مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اجدد التحيه بكم والترحيب دائما مع انطلاقه شوطنا الثاني عشر والمخصص للابكار المحليات الاصايل لسن الاجداع لابناء القبائل لمسافه السته كيلومترات. هي الرحله الحاضره مع هذه الاسماء وهذه الشعارات المزينه لارضيه وقاع هذا الميدان والباحث عن الناموس والانتصار بهذا المهرجان الكبير، مهرجان أم القويل الثاني عشر الذي يقام على أرضية ميدان اللبسة ميدان الشعب. نذكر بأن جائزة المركز الأول وبقية الأشواط جوائز نقدية مقدمة للفائزين بالمراكز الأولى. نتابع البداية ونبحر مع المركز الأول غشمرة من تتواجد مع المركز الأول، ويقدمها علي بن بخيت بن مسافر المسافري مع المركز الأول، يقدم قشمرة بهذا الانطلاق الجميل. أما المركز الثاني تتدخل في هذه اللحظات جذابة، تتدخل ويقدمها شعار بن سليم حمد بن سالم بن سليم الافتبي مع المركز الثاني، عاشق سلالة جبار يتدخل مع المراكز الأولى. أهالي المدام يطالبونك بالسلامات يا بن سليم وأنت مع المركز الثاني. أما المركز الثالث، المركز الثالث قدوم مياسة والمملوكة لحميد بن صالح بن عمهي المنصوري مع المركز الثالث. أما المركز الرابع الظبي قادمة مع أشعار بن عنتر عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفوري مع المركز الرابع. أما المركز الخامس تتدخل مياسة ليقدمها سيف بن أحمد بن سيف المزروعي مع المركز الخامس. أما المركز السادس من الجانب الآخر يتدخل شعار العامري ليقدم عون بهذا الانطلاق الجميل، والمملوكة لمحمد بن حمد بن مشرش العامري مع المركز السادس. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل لمجريات هذا التحدي وهذا المسار الذي يسير ونحن نسير برفقة هذه الأسماء وهذه الشعارات المتواجدة على أرضية وقاع هذا الميدان. أعود مع المقدمة، أعود مع المركز الأول مع دائرة الحوار. لا زال المسافري من يقود هذه الأسماء، قيادة سليمة، قيادة حكيمة حتى هذه اللحظات، ويقدم قشمرة. بس يا المسافري ما في قشمرة بهذا التحدي وبهذا المسار الجميل. ركز أمورك مع قشمرة. علي بن بخيت بن مسافر المسافري يتواجد مع هذا الشعار مع المركز الأول. بن سليم بدأ يتقدم مع الجذابة مع المركز الثاني. حمد بن سالم بن سليم الافتبي مع المركز الثاني بانطلاقة هذا الشعار مع المركز الثاني. المركز الثالث تتدخل مياسة مع أشعار بن عمهي المنصوري، أحمد بن صالح بن عمهي المنصوري مع المركز الثالث. أما المركز الرابع أوصلت الظبي في هذه اللحظات مع أشعار الطنيجي محمد بن زايد بن خليفة الطنيجي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس وصل ممثل الميدان مع الظبي عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي مع المركز الخامس. أما المركز السادس أوصلت سلهودة في هذه اللحظات ويقدمها علي بن عمير بن علي الافتبي مع المركز السادس. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة دبي ريسنج، الناقل الحصري لهذا المهرجان الكبير وهذا التحدي المثير. انتصفت المسافة يا ملاك ويا مضمرين، ونبدأ بالنصف الثاني من رحلة هذا المسار الجميل وهذا التحدي المثير. يا سلام، ولا زال المسافري من يتواجد على رأس حربة هذا الانطلاق الجميل.
يقدم قشمرة مع المركز الأول. علي بن بخيت بن مسافر المسافري مع هذا الشعار الجميل والتحدي المثير، لا زال هو المسيطر، لا زال هو المبدع مع المركز الثاني. بن سليم قادم مع الجذابة مع المركز الثاني. حمد بن سالم بن سليم ألف تبي مع المركز الثاني، بدأ يتقدم رويدا رويدا نحو المركز الأول ليقتنص القيادة في هذه اللحظات مع شعار بن سليم المميز دائما مع المراكز الأولى. أما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الأعزاء، المركز الثالث وصلت الظبي في هذه اللحظات، والمملوكة لعبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي مع المركز الثالث، ولكن يتدخل الطنيجي ليقدم الظبي مع المركز الثالث. محمد بن زايد بن خليفة الطنيجي مع المركز الثالث، والغفلي يعود من جديد يا سلام مع الظبي عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي مع المركز الثالث، والطنيجي يتراجع مع الظبي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس شعار بن عمهي قادم على ظهر مياسة أحمد بن صالح بن عمهي المنصوري مع المركز الخامس. أما المركز السادس وصل شعار المسافري ليقدم مياسة كاسب بن خليفة بن سيف بن كاسب المسافري مع المركز السادس. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل لمجريات هذا التحدي وهذا المسار الذي يسير ونحن نسير برفقة هذه الأسماء العملاقة وهذه الشعارات الكبيرة الباحث عن الانتصار والباحث عن الناموس بهذا المهرجان الكبير والمهرجان الغالي. أعود مع المقدمة، كيلو ونصف ما تبقى عن نهاية هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير. بن سليم يغير مع المركز الأول ويقتنص القيادة في هذه اللحظات ويسيطر على زمام الأمور وعلى رحلتي هذا المسار الجميل مع الجذابة مع المركز الأول. حمد بن سالم بن سليم الاكتبي لا زال هو المسيطر، لا زال هو المتقدم مع رأس حربتي هذا الانطلاق الجميل بدون أي تعليمات بدون أي أوامر تذكر من مالكي الجذابة حمد بن سالم بن سليم الاكتبي. الله يا بن سليم لا زال هو المميز. الكيلو الأخير الكيلو الخطير كيلو العمليات، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والسرعة الفائقة. حرك يا اللي بتحرك، روح يا اللي بتروح. الله الله الله، لا زال بن سليم هو المبدع هو المميز مع المركز الأول. آخر بصمة هذا الشعار كان بمهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان بمهرجان السوان الذي اختتم قبل أسابيع. مشاهدينا متابعينا الأعزاء كانت بصمته حاضرة. بن سليم بن سليم، الله الله الله، مع الجذابة بدأ يبعد المسافة. حمد بن سالم بن سليم الافتبي مع المركز الأول مع الابداع مع الابداع. اما المركز الثاني قشمره متواجده، علي بن بخيت بن مسافر المسافري مع المركز الثاني، ولكن بن سليم طار مع الناموس، طار مع الابداع، طار مع التميز. الله يا بن سليم، السلامات تتجه من ميدان ام القوين من ميدان اللبسه الى هذا المدام بهذا الصباح الجميل. قد مرق المدام، قد مرق بن سليم على هذا الابداع الجميل. تهانينا تهانينا والناموس والانتصار لمالك الجذابة حمد بن سالم بن سليم الاكتبي من هذه اللحظات، لحظة الوصول لخط النهاية بدون أي منافس وبدون أي منازع إلى خط النهاية. يستاهل مالك هذا الشعار، تهانينا تهانينا والناموس والانتصار. المركز الثاني كان وصول قشمرة علي بن بخيت المسافر المسافري، أما المركز الثالث كان وصول عون محمد بن حمد المشيش العامري، والمركز الرابع كان وصول سلودة علي بن عمير بن علي الكتبي، والمركز الخامس كان وصول مياسة أحمد بن صالح بن عمهي المنصوري. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى. استطاع بن سليم اقتناص الناموس مع الجذابة،
استطاع بن سليم مع الجذابة أن يذهب بالسلامات إلى هذه الميدان بهذا الصباح الجميل. حمد بن سالم بن سليم الاكتبي بدون أي منافس وبدون أي منازع على الصدارة وعلى المركز الأول بتميز وأبداع. التوقيت الزمني الذي حطمته الجذابة مشاهدينا متابعين الأعزاء كان مقداره 9 دقائق 25 ثانية، 8 أجزاء من الثانية توقيت الجذابة. والمملوكة لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي تهانو ناموس وسلام المدام سلام. أما المركز الثاني كان وصول قشمرة علي بن بخيت بن مسافر المسافري، والتوقيت الزمني 9 دقائق بلا شك 33 ثانية، 8 أجزاء من الثانية توقيت قشمرة علي بن بخيت بن مسافر المسافري. أما المركز الثالث توقيت المركز الثالث 9 دقائق 36 ثانية، 9 أجزاء من الثانية توقيت عون. والمملوكة لمحمد بن حمد المشيش العامري. تهانينا والناموس، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.